التاسعة يا أهلي بإذن الله. مواجهة الأهلي والنجم هي مواجهة متكررة، دي مواجهة العشرة ما بين النادي الأهلي وما بين النجم الساحلي، ومن صعوبة هذه المباراة وجودها في مدينة سوسة. سوسة من المدن الساحلية طبعا في على البحر الأبيض المتوسط، مدينة جميلة جدا، ولكن الجمهور بتاعها إلى حد ما يشبه لك زي ما أنت تروح كده تلعب نادي الإسماعيلي في الإسماعيلية، والملعب بتاعهم ضيق، وده من الحاجات اللي النادي الأهلي وأي فريق بيحب يلعب كرة هجومية إلى حد ما بيبقى مقدر اللعيبة إلى حد شويه، يعني مش قادرين ان هم يفتحوا المساحات اللي اي فرقه بتلعب كره هجوميه بتحاول انها تلعبها. النادي الاهلي قرار بقائه في تونس دي من الحاجات المهمه جدا، القرارات اللي خدها الكابتن حسام البدري صراحه المهندس محمود طاهر اللي ظهر ليا حضراتكم في الكادر مع كل لعيبه النادي الاهلي، ودي حاجات حصريه بتشوفوها على قناه النادي الاهلي، دي من الحاجات اللي برضو ادت دعم كبير جدا لفريق النادي الاهلي حتى يتعود على الاجواء. الاجواء في تونس حتى الطقس والمناخ مختلف الى حد ما، الدنيا هناك درجه الحراره برد اكتر من القاهره، ودي من الحاجات اللي النادي الاهلي تعود عليها. خلينا نستعرض مع حضراتكم تاريخ وطبعا وبدايه مواجهات النادي الاهلي والنجم الساحلي، ولكن في البدايه خلينا نشوف المباريات اللي هتقام النهارده في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في لقاءات الذهاب. اتحاد الجزائر الجزائري امام الوداد المغربي، ده هيبقى اول اللقاءات، والنجم الساحلي طبعا والنادي الاهلي اليوم على الملعب الاولمبي في سوسه، وكلقاء اتحاد الجزائر امام الوداد المغربي هيبقى على ملعب 5 جويليا في الجزائر، دي اللقاءات ذهاب دور النصف النهائي، دي الفرق اللي نجحت في العبور والوصول الى دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، وكل لو حضراتكم شايفين الاربع فرق من شمال افريقيا، وهو ده خلاص ابتدت انحصار المنافسه في بطوله دوري ابطال افريقيا ما بين الاربع فرق من شمال افريقيا وهي اللي مسيطره على القاره الافريقيه الان. هاخد حضراتكم لمشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. الدور التمهيدي، النادي الاهلي واجه بيدرس في جنوب افريقيا، واجهه هنا في مصر، تغلب بهدف مقابل لا شيء اعتقد اللي كان احرزه احمد حجازي. في لقاء الاياب في جنوب افريقيا بيدرس امام الاهلي تعادل سلبي بدون اهداف، ده كان في لقاء الإياب في جنوب أفريقيا. دخل النادي الأهلي دوري المجموعات، ابتدى مواجهة زاناكو الزامبي في يوم السبت 13 مايو في 2017 وتعادل بتعادل سلبي بدون أهداف في مصر، ثم واجه القطن الكاميروني في الكاميرون وتفوق بهدفين مقابل لا شيء، ودي كانت انطلاقة النادي الأهلي مرة أخرى في دوري المجموعات. ثم واجه النادي الأهلي في مصر الوداد المغربي وفاز عليه بهدفين مقابل لا شيء، والنادي الاهلي استمر في الانطلاقه وخد كده 6 نقاط، ثم ذهب الى الوداد المغربي في المغرب وهزم بهدفين مقابل لا شيء، ثم واجه زاناكو الزامبي في زامبيا وتعادل معاه تعادل سلبي بدون اهداف قبل ان يستقبل القطن الكاميروني في مصر ويتفوق عليه ب3 اهداف مقابل هدف، وذهب النادي الاهلي في دور المجموعات كثاني المجموعه، ثم واجه الترجي الرياضي التونسي في دور الثمانيه. البدايه في مصر تعادل 2-2 على ملعب برج العرب، ثم فاز على الترجي التونسي في رادس في تونس بهدفين مقابل لا شيء قبل ان يواجه النجم الساحلي اللقاء اللي هيقام اليوم باذن الله، ونتمنى التوفيق لنجومنا وابطال النادي الاهلي اللي دايما بيكونوا في الميعاد، والنادي الاهلي دائما في دوري ابطال افريقيا وفي بطولات افريقيا دائما ياتي مع الصعوبات. نروح لمشوار النجم الساحلي، فريق اللي هينافس النادي الاهلي في لقاء اليوم. في بداية الدور التمهيدي لاعب تاندا من ساحل العاج وفاز عليه 3 أهداف مقابل لا شيء، وفي تونس في سوسة تفوق عليه بهدفين مقابل لهدف، ده أمام تاندا من ساحل العاج. في دور المجموعات لاعب فيريفيارو من موزمبيق وتفوق عليه ب5 أهداف مقابل لا شيء، ثم تفوق على المريخ السوداني في تونس بهدفين مقابل هدف، ثم واجه الهلال السوداني، فرقتين من السودان كانوا مع النجم الساحلي في المجموعة، تعادل مع الهلال السوداني في السودان 1-1، ثم تعادل مع الهلال السوداني مرة أخرى في سوسة بهدف مقابل هدف قبل أن يتعادل مرة أخرى مع فيروفيارو الموزمبيقي بهدف مقابل هدف. بعد كده واجه المريخ السوداني ولكن في السودان وتفوق عليه ب3 أهداف مقابل لا شيء قبل أن يواجه الأهلي الطرابلس الليبي وتعادل معاه 0-0، ثم تفوق عليه في تونس بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يذهب إلى مواجهة النادي الأهلي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. كمل مع حضراتكم إحصائيات مواجهة النادي الأهلي والنجم الساحلي في البطولات الإفريقية فقط.
نادي الاهلي امام النجم الساحلي في البطولات الافريقيه. عدد المباريات 9 مباريات، عدد الفوز 2 للنادي الاهلي و2 للنجم الساحلي، طبعا الهزيمه نفس الشيء، 5 تعادلات ما بين الفريقين، والنادي الاهلي احرز 6 اهداف والنجم الساحلي احرز 5 اهداف. اكبر فوز كان للنادي الاهلي في طبعا دوري ابطال افريقيا 2005، 3 اهداف فمقابل لا شيء لو تفتكروا، بابو تريكه واسامه حسني وبركات. واكبر فوز كان للنجم الساحلي كان 3 اهداف فمقابل هدف في نهائي افريقيا 2007، وكان بطله الحكم العرجون لو حضراتكم تتذكروا. كمان اروح بقى مع حضراتكم تاريخ النادي الاهلي والنجم افريقيا وعربيا، كل المواجهات ما بينهم وما بين بعض على المستوى العربي والافريقي، 11 مباراة ما بين الفريقين، برضو عدد الفوز متساوي وعدد التعادل متساوي زي عدد الهزيمة، 12 هدف أحرزه النادي الأهلي مقابل 9 أهداف، فارق 3 أهداف، وزي ما حضراتكم عارفين فارق الفوز كان للنادي الأهلي، وأكبر نتيجة ما بين الفريقين كسب 3-0. على فكرة ما بين الفرق المصرية وبين الفرق التونسية قلما ما بتلاقي فارق في الأهداف كبير، لأن الفرق التونسية دائما وأبدا بتلعب على الديفنسيف تاكتيك، ودائما بيعرفوا ان هم ينظموا نفسهم في الناحيه الدفاعيه. خلينا نروح لهدافي الفريقين في طول دوري ابطال افريقيا. لفريق النجم قال ده طبعا نجوم النادي الاهلي مؤمن زكريا وعمرو جمال، وبيخش معاهم جونيور اجاييه جابوا 2، وعلى الجانب الاخر وايضا عبد الله السعيد جابوا 2، وبيخش معهم من الجانب الاخر دييجو فارياس لاعب فريق النجم الساحلي وجاب 4 اهداف، معاه طبعا عمرو مرعي طبعا اللاعب المصري المحترف في النجم الساحلي واحرز 2. خلينا نروح مع حضراتكم للتشكيل المتوقع.